شباب قناة شباب نت نيوز. السلام عليكم. على امتداد شريط الساحل بين الرباط وصخيرات، حيث ينتشر عدد مهم من العلب الليلية ومحلات الشيشة، تحولت فنادق بالمنطقة إلى أوكار للدعارة، مستغلة صمت الجهات المسؤولة، حيث يعمد أصحابها إلى استقطاب زبناء العلب الليلية المذكورة عبر تخصيص غرف يتم كراؤها لممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية قد تصل بحسب مصادرنا إلى 1500 درهم لليلة. مصادر مطلعة أكدت لجريدة مغربية أن فنادق معلومة خاصة بالهرهورة اختار أصحابها أن يواجهوا الأزمة السياحية الحالية عبر تخصيص غرف لممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 و1500 درهم لليلة، حيث يضمن رب الفندق للزبون حرية ممارسة نزواته الجنسية بعيدا عن أعين الأمن من خلال تأمين ولوج المميسات إلى الغرف المعلومة دون حاجة إلى تسجيلها في بيانات الفندق أو حتى إلى عقد الزواج الملزم. هذا وأكد ذات المصادر أن هذه الفنادق باتت تستقطب زبناء كوتر خاصة من الخليج، توفر لهم كل الظروف المواتية لقضاء ليالي ماجنة من خمور ورقص وموسيقى في أمان تامة، الأمر الذي تطرح معه علامات استفهام عريضة جدا حول دور الجهات التي من المفترض أن تقوم بردع مثل هكذا ممارسات لا أخلاقية تساهم في تكريس الصورة السوداوية النمطية حول السياحة المغربية. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.